الله يا حسين يا ابو الاكبر تبقى للمحشر سراج ضوي هالدنيا من انواره يا حسين لك زايق توصل الحايق ونادي لا قطع الله قال سيارة يذيب الوان في ساعات الأخيرة يذرف العبرات في خد غزيرة من ذكر جد أبو السجاد يوما حين ظل بكربلاء عشيرة إن ذبح ضامي فلا رووا حشاتا وخلوا الجثمان في ظهيرة هالشبا وصدر بخيول العوجية ظل ثلاثة ايام حفيرة يجذب الون في ساعة الأخيرة يذرف العبرات في غزيرة من ذكر جد أبو سجاد يوما حين ظل بكربلاء بلاي يا عشيرة إن ذبح ضامي فلا رووا حشاتا خلوا الجثمان في شمس الظهيرة هالشما وصدر بخيول الأعوجية ظل ثلاثة أيام مرمي بلا حفيرة بالسموم الجائرة من أيادي الغادرة لو حشاتي مسجرة ومستعرة كيف واسي بكربلاء اللي قواس حرملة
قلبه والشوم راتله على الصدر. ألا من مناد وحسينا بالسموم الجائرة من أيادي الغادرة. لو حشاتي مسجرة ومستعرة شايف واسي بكربلة اللي قاوس حرملة قلبه والشوم رعتلة على صدره. خليت خدي بالشمس يا حسين وإحساسك أحس بس ما طعن جسم الرجس وأنا على الغابرة. ولا كان في صدري طفل مذبوح يا حسين ابن ابي ولا فوق صدري منتعب قتالي انت ابره. خليت خدي بالشمس يا حسين وإحساسك أحس بس ما طعن جسم الرجس وأنا على الغابرة. ولا كان في صدري طفل مذبوح يا حسين ابن ابي ولا فوق صدري منتعب قتالي انت ابره. لا فوق صدري منتعب قتالي انت ابره قتالي أنت ضرا ومسجل بسطح داري ولا دم انحري داري ولا جسمي بقى عاري على الوطية بارج نازة العادي معاها أصحابي وأولادي ونادى ابن عش المنادي على البارية ومسجل بسطح ناري ولا دم انحري داري ولا جسمي بقى عاري على الوطية بار جنازة الهادي معاها أصحابي وأولادي ونادى ابن عش المنادي على البارية كربلاء بثراها ثيتك عفيرة من نظرها شبلك أم
سمعته غزيرة يا وسف حملها وامها في حصيرة لا بلي راسك قصت الحفيرة كربلا بثراها كثتك عفيرة من نظرها شبلك أمعت غزيرة يا وسف حملها ونامها في حصيرة لا بلي راسك وسطت الحفيرة لا بلي راسك وسطت الحفيرة ومسجب سطح داري ولا دم انحري جاري ولا جسمي بقى عاري على الوطية بار جنازة الهادي معاها أصحابي وأولادي ونادى ابن عش المنادي على البارية كربلا بثراها كثتك عفيرة من نظرها شبلك دمعته غزيرة يا وسف حملها وامها في حصيرة لا بلي راسك وسطت الحفيرة لا بلي راسك وسطت حفيرة يا حسين يا ابو الاكبر تبقى للمحشر سراجي ضوي هالدنيا من انواره يا حسين لك زاير يوصل الحاير ونادي لقطع الله قال زيارة الله يا حسين يا ابو الاكبر تبقى للمحشر سراجي ضوي هالدنيا من انواره يا حسين لك زاير يوصل الحاير ونادي لقطع الله قال زيارة كم يجي طاق بغرورة يبذل جهودة ونعصب يمنع بجهل الزيارة يوضع أهوال ومصاعب الله حافظ الزيارة والله زوارة يخاطب زايرين الله على عرشه فزتوا على المراتب فزتوا على المراتب يا حسين يا ابو الاكبر تبقى للمحشر سراجي ضوي هالدنيا من انواره يا حسين لك الزاير وصل الحاير ونادي لقطع الله قال زيارة كم يجي طاغي بغروره يبذل جهوده ونصيب يمنع بجهل الزيارة يوضع أهوال ومصاعب الله حافظ الزيارة الله زوارة يخاطب زايرين الله على عرشه فزتوا بعلى المراتب بار جنازة الهادي معاها أصحابي وأولادي ونادى ابن عش المنادي